خلونا نشتغل في الرز بالشعريه. مقاديره على الشاشه رز مصري وشعريه وشويه حبان مع ورق لورو، ونشوف نعمله مع بعض ازاي، ورشه ملح جريئه علشان الشعريه كلها تتحمر وتبقى لون واحد. نشوف نعمل ازاي مع بعض رز بشعريه، لان ممكن تكون عامله ديك رومي، عامله خروف، عامله اكله سمك، عامله بطايه حلوه، عامله فراخ، عامله لحمه، ولكن تيجي على شويه الرز الابيض او الرز بالشعريه يعكننوا المزاج على السفره. يا اما الرز مش مستوي، يا اما الرز حبه وحبه، يا اما في قطمه، يا اما الشعريه تلاقي 50 لون في قلب الرز. وده بيحصل، وبيحصل مني، وتعلمت كده وغلطت كتير عشان اتعلم، ومش عيبه طبعا ان احنا نخطا ونصلح من خطانا ونتعلم من ايدينا. تعالوا شوفوا نعمله مع بعض ازاي. معايا طاسه على النار، هعمل الرز بالشعريه هنا، معلش نحط شويه زيت، حلو، ما نكترش زيت لان هستخدم شويه سمنه بلدي، بحب احمر الشعريه انا في سمنه بلدي، واحب ريحه الشعريه وهي نازل عليها الميه كده في قلب الرز، بتبقى لطيفه وجميله. اللهم صل على النبي. فين يا عم الزبده والسمنه؟ كل ده هيلعب دور مهم جدا في طعم الرز. دي زبده معلقه سمنه بلدي حلوه من اللي جايباها حماتك وهي جايه تزورك، الست ما تدخلش بايديها فاضيه، عشان كده ما تبخليش عليها تطلعي الحاجات الحلوه اللي في التلاجه، اللحمه اللي جبناها، السمك اللي جبناه، ونحمر لها بالسمنه البلدي. الشعريه بتنزل هنا كده، شويه ملح يا عم الشيف، واوعي تنسي انك انت حاطه ملح على الشعريه، يعني ما تحطيش ملح على الرز. اه الملح اللي بحطه اللي هو عيار الرز اللي هستخدمه، واقلب الشعريه مع الرز. هتلاقي الشعريه دلوقتي كلها لون واحد. ادينا اماره، معايا فرسان التلفزيون المصري، معايا كريم كاميرا كده بتيجي من على راسي وتخش جوه الحله تجيب التفاصيل جوه التفاصيل. اه وانا بقلب، اه شفت الحلاوه دي كده؟ اه شعريه، الشعريه تصنيع ليست محصول، يعني ما سمعناش يقول لك الفدان الفلاني ابن الفلاني من العيله الفلانيه عمل 2 طن من الشعريه خالص. شعريه تصنيع يعني دقيق، يعني سميد ناعم، يعني بيض ورشه ملح، وصنعنا المكرونه او الشعريه. فطالما بنعمل شعريه يلزمنا في ليفر وطعم، عود روزماري حلو مع الشعريه وهي بتتحمر بالشكل ده كده، اه بيديني طعم. ونقلب من وقت للتاني، وميه بتغلي جنبي على النار. مدرسه الرز بالشعريه او اي رز انا بعمله لازم تكون ميه بتغلي في البراد، يا اما بتاع الشاي، يا اما في حله على البوتاجاز جنبك كده بتغلي فيها ميه. ما ينفعش انزل بميه بارده او ميه من الحنفيه مباشره على رز بشعريه انا بعمله او رز ابيض. معانا يا عم الشيف ورق لورو وشويه حبهان. دايما في علاقه حب بين ورق اللورو والرز، سواء رز بشعريه، سواء رز ابيض، سواء كبسه. ورق لورو من الحاجات اللي ما بغيرش لون الشوربه، بيدي طعم وفليفر. اه غير القرفه، يعني ما اجيش احط في رز بشعريه قرفه مثلا، هتلاقي الميه لونها اتغير. جربي كده تجيبي عيدان قرفه زي اللي معايا دي كده، اعمل بيها البانكيك، وتعملي رز او تعمليها في كبسه، في برياني، في مندي، الاكلات العربيه. اه انما ما نعملش بقى رز ابيض ولا نعمل بيها شعريه. اه واقلب كده. اه طبعا الاساتذه المصورين منتظرين يشوفوا الشعريه دي 50 لون. شوف انا بقول لك على الامانه، يعني انت ممكن تتعبي في اكله كتير قوي، تتعبي في سفره جامده قوي مكلفه وعليها ملذة وطاب، وتلاقي في الاخر شويه الشعريه وشويه الرز اللي على السفره بوظوا الدنيا. حلو، نقلب وانا شغال اهو. الشعريه تاخد لون، هتحتاج مني شويه سمنه بلدي. وجود السمنه البلدي مع الرز بتخلي طعمه لطيف وجميل، خاصة الرز المصري بتاعنا غير رز البسمتي. الرز البسمتي فقير نشويات،
يعني مش بيشرب طعم غير الرز المصري. عشان كده لما نيجي نعمل رز بلبن لازم رز مصري. اخواننا في الخليج، في السعوديه، في الامارات، في الكويت، كل الدول العربيه لازم عندهم اكله مشهوره جدا اسمها السليج. ايه هو السليج يا عم الشريف؟ ها، ايه هو السليج يا عم الشيف؟ السليج ده عباره عن رز مصري بيتعمل بشوربه الدجاج والتوابل العربيه. حبيت تبصوا على داوود باشا في الفرن بتفاصيله، شفتوا البصله واخده شخصيتها ازاي، شفتوا الروزماري لسه بيتحمر. بيقولوا لي في الاربيز هنلحق نعمل، وانا مستني الحلويات بتاعه داوود باشا عشان انزل بيها على صوص الطماطم، وفي الاخر غلوه وخلص على النار زي الفل. انا هحط الرز دلوقتي على الشعريه واتقل على الرز لما يستوي اكون عملت البانكيك. تنظيم وقتك في المطبخ يا امي مهم جدا. اهو بص لي بالله عليك مخرجنا الجميل، انت بتحبني وانا بحبك. شوف الشعريه كده وقول لي يا شيف وغازي، في واحده لونها فاتح وفي واحده لونها غامق اهو، وانا هصدقك لان صورتك على الشاشه واضحه اهو. جيبوا لي الشعريه يا اخوانا بالله عليكم علشان نعرف الشيف المغازي بيتكلم من فراغ ولا بخبره طهويه. اه وهسيبها وهسيبها، بس هقول لك على اماره حلوه قوي. عندك بيبي صغير بيعيط، بابك خبط مفاجئ، تجيب تجي واخد الشعريه كده، ده بيحصل بقى خلي بالكم، واسيبها كده وانا شلتها من النار. والاخطاء دي انا وقعت فيها زمان وانا بتعلم مطبخ، واقول الشعريه بتتحمر انا رفعت، لا هتيجي تقلبيها هتلاقيها الوان، لان هنا ارضيه الحله او المعدن بتاع الحله في درجه حراره، فاللي فوق غير اللي تحت واللي تحت غير اللي فوق، فنقلبها برده كده حتى لو شلتها من النار. اهو شفت بقى اتكلم عن التفاصيل اهو، جيب لي الشعريه كلها لون واحده اهي، لا واحده محروقه ولا واحده سودة اهو. اه بس سريعه التقليب. طب عايز ابقى في الامان اعمل ايه؟ خليك بص هتعملي الحركه دي، شلت الشعريه من النار، كل اللي هتعمليه هتعملي ايه؟ تحط عليها شويه ميه. خلص الكلام. روح شوف البيبي بتاعك، الباب خبط، شوفي ضيفتك اه وانت واقفه، انزلي بالرز. والله العظيم قسما بالله المعلومات اللي بقولها والتفاصيل الصغيره اللي جوه الموضوع واللي جوه السورس بتاع الموضوع اهم من الاكل. ممكن الشعريه تتعب عليها قوي، شيلها على النار ورحت قابلت ضيفك وعملنا الشاي رفعها من النار وفي الامان. معاك حق، تعلمنا كده واعرف الاخطاء دي. تروح تشوف الشعريه تلاقي فوق لون وتحت لون، فانا مش عايزك تقع في الاخطاء دي. اهو حط الرز وقلب. اوعي تنسى انك انت حاطه ملح، اوعي تنسى انك انت حاطه. شفت الشعريه بتلعب ازاي؟ شفت الحلويات؟ شوفوا الشعريه حتى لونها حلو، اللون اللطيف الجو اللي بياخد مع الرز اهو. اه وانا من الناس اللي بيحبوا الشعريه بتبقى اكتر من الرز. اهو اوعي تحطي ملح. طب يا شيف مغازي انا عامله شرب، كان عندي ملوخيه امبارح وزي ما قلت خدت الشوربه بتاعت الفرخه اللي كنت سلقاها، وعايز اعمل رز بشعريه بيها واكيد مملحها، اعمل ايه؟ هو ده الكلام بقى، ده الكلام المهم جدا. ما تحطيش ملح، هتقف على ايدك كده وتحمريها على نار هاديه وتكوني ايه متواصله التقليب. اه كل حاجه ولها حل، خلي بالك عشان مش هتقدري طبعا تفصلي الملح اللي انت حطاه على الشوربه كده. الرز كل واحد ننزل بالميه بتاعتنا بس خلاص. اللهم صل على النبي، شويه رز تاكلي صوابعك. اقول لكم على اكل انا بحبها بجد والله، بحب الرز بالشعريه. الشعريه بتبقى قد الرز مرتين وجنبيها طبق سلطه خضراء لازم يكون فيه بصل اخضر. جيبوا لي السمنه البلدي يا شباب، راحت فين؟ ساحت اهي. الله، والرز جاهز. تيجي نغرفه مع بعض عشان نبص عليه كده واحنا بنعمل البان كيك بتاعنا الحلو. يلا بينا. اه اللهم صل على النبي، مكانه هنا. انا عاشق للرز بالشعريه، بص على الحلاوه دي كده اهو. الله، شفت حلاوه الرز؟ الشعريه تجري ورا الرز عايزه ايه تلحق، وريحه السمنه البلدي ما اقولكمش. ناخده زي ما هو كده. الله، هو ده، ونشيل دي كده. بسم الله الرحمن الرحيم، يلا دلع لي الرز بقى. ونازل بيتكلم مصري كده، ده مصري ابن مصري. شفت الرز بالشعريه؟ هو ده.
اسويه كده. قرن الفلفل ده انا حبه بصراحه، بحب انا الحاجات دي في قلب الرز. الله شيف مغازي ده، انا بقف في المطبخ ساعه عشان اعمل الرز ده. مش مطلوب منك تبقي شيف شاطره، مطلوب منك حب. الله. واهم حاجه لما تيجي تعملي رز اوعى تنقعي الرز في الميه بتاعته، تتاكدي انك غسلتيه مره واتنين وتلاته نتيجه التخزين، وبعد كده تصفيه من الميه جيدا وتخليه على جنب. شفت الخطوات دي مطلوبه؟ الف هنا وشفا، نشيل دول على جنب.